محمد صديقي، احكي لي المنتجات بتاعتك يتراوح. خد بالك انا عارف انه ده يدوي، يعني لازم يبقى سعره مش هين. دي صنعه وايدين تتلف بالذهب والالماز، انا عارف. مثلا الحته المدوره الجميله دي الزغنططه، الحته المدوره زي دي كده، اه دي انت عملها فريج 3000. 3000 ايه بقى احسن يكون اخضر؟ لا 3000 جنيه. 3000 جنيه من بتاعنا. طيب الجنيه امير. بص حضرتك كمان دي يعني كان في المعرض بنعمل بال كده عشان اجذب العميل، عشان عشان تفرجني انها يعني معموله النسيج 100% طريه ناعمه. أيوة. بتاع خلي كل ما السجاده كانت خشنه وتقيله وتخينه، مش دي الشطاره، السجاده تبقى كده رفيعه وناعمه، يعني ده المهم. والعقد بتاعتها ايوه بتم الغرز بتاعتها، وطبعا دواء ده الحرير. اه طبعا حرير، في زي الحرير اللي هناك الزغنططه دي. دي بقى بتبين فعلا الصانع المحترف فعلا. تحفه بصراحه، يعني شوف بتضم طبعا تفاصيل تحفه، كل غرزه فيها بتعبر عن اللي فيها. والله العظيم تنافس الايراني تصميم. ايراني ايه بقى جنب 100 100، وبالذات بقى اذا كانت بقى مش شغل مؤسسه النجاح بقى، يعني احنا في معرض تراثنا في مؤسسه الحياه الكريمه. ليه بيع علينا يا عم؟ لا احنا عاملين فتح فضات يعني بقى. ان شاء ارجع الله بقى فضات جامده يعني. ارجع بقى، قلت لك انا قديم. لا حط الحاجه جاي لك.